دونك دابا في واخا كيكون عندنا البوليمورفيزم وان تو ماني بحال في هذا المثال كي قلنا البوست كيكون فيه مجموعه ديال لي كومونتير، بعض المرات ما كنكونوش باغيين نافيشيو كاع لي كومونتير اللي كاينين، كنبغيو نافيشيو واحد الكومونتير معين، ولا شي واحد خدينا مثلا يوزر عنده مجموعه ديال التصاور فحنا ما بغيناش نافيشيو ليه كاع التصاور ديالو. في هذه الحاله باغيين نافيشيو على حساب واحد لو كريتير معين، فهنا غنحتاجو لهاد لي رومارك عندنا. دونك رومارك ان، بارفوا ان موديل بو افوار دو نومبرو موديل اسوسي، مي فو سويتي ريكوبيري فاسيلمون لو موديل اسوسي لو بلو ريسون ولا لو بلو زونسيان دو لا رولاسيون. يعني هو عنده مجموعة ولكن انت باغي تافيشي شكون اجدد واحد ولا القديم فيهم، بغينا نافيشيو الكومونتير القديم، بغينا نافيشيو احدث التصويره اكسيتيرا. دونك في هذه الحالة غنحتاجو نستخدمو واحد المجموعة ديال لي ميثود اللي كاينين موجدينهم لينا الا ما بغيناش حنا نكوديو الشغل يعني بيدينا. دونك باغ اكزومبل ان يوزاتور بوت اتر لي دو نومبروز ايماج، يعني في هذا المثال هذا قلنا ان اليوزر كيكون عنده مجموعه تصاور، اذا هنا كنخدموا على الماني، كندوي على تصويره كيكون عندها يعني مولاها هنا وان، واليوزر كيكون عنده مجموعه ديال التصاور هنا الماني، يعني عندنا البوليمورفيزم اللي هو الوان تو ماني. ف ولكن مي فو سويتي ديفينير ان موان براتيك دانتيراجير افيك ليماج لا بلو ريسونس كو ليزاتور ا تيليشارجي. يعني واخا انت عارف بان عندك الوان تو ماني ما بغيتيش تخدم مورف ماني، الا درتي مورف ماني غادي تخدم على تصاور هاد ليزاتور كاملين، ولكن انت هنا في هاد المثال باغي تخدمها على التصويره الاحدث اخر تصويره له. فهنا فو بوفي اكومبليغ سولا ان اوتيليزون لو مورف وان كومبيني افيك لي فاريونس دو لا ميثود اوف ماني. دونك هنا غادي تخدم يعني تقدر دير اون فونكسيون مثلا هنا لي تست ايماج فونكسيون دخلها للموديل، حيت الموديل تقدر دير فيه لي فونكسيون اللي بغيتي، سواء لي فونكسيون اللي كيتمثلوا لا ريلاسيون دو بوليمورفيزم العاديين يعني اللي فيهم المورف ماني وعادي، وكلا بغيتي انت شي فونكسيون خاصه بيك لعمل امر معين تقدر تزيدها ما كاينش مشكل. دونك هنا مثلا نقدروا نزيدوا في الموديل ديالنا هاد لا ميثود هادي اللي غادي تعيط لينا على هاد المره ماشي مورف ماني، غتعيط لي على مورف وان، وخا حتى حنا عندنا الوان تو ماني ولكن كنعيطوا للمورف وان. علاش؟ باش نقول لي فكره حنا غنجيبو تصويره وحده، شكون هي هاد التصويره؟ هنا كتعطيها البارامتر ديال المورف وان كما تعرفنا عليهم سابقا، هنا كتعيط عاوتاني على لا ميثود سميتها لي تيست اوف ماني. هادي واحد لا ميثود لي ديجا مصاوبه لي اوتوماتيكمون هي غتجيب لك هذيك التصويره الاخرى اللي تحطات من المجموعه ديال التصاور اللي كاينين، يعني حيت هي تصويره وحده داكشي علاش نديرو مورف وان. هنا راه ليتست اوف ماني سيتادير كي عارفه راه كاين مجموعه غتجيب لك الاحدث فيهم لا بلو ريسونت، وهي اللي غادي تريكوبيغ علينا هنايا. فوالا دونك هذا هو المثال الاول. كذلك راه كاين واحد المجموعه ديال الميثود وحدين اخرين، يعني خط ليتست اوف ماني، كاين الاولدست اوف ماني، كاين كذلك تقدر تستخدم على هكا اوف ماني وتعطيها دو بارامتر، بحال مثلا هنايا عطيناها بارامتر لايكس، هذا السميه ديال شي كولون غتكون ديجا كاينه في لاباز دو دوني، وتتعطي ليها هنايا السميه ديال لا ميثود ولا لا فونكسيون داغريغاسيون اللي بغيتي دير. مثلا تكتب ماكس في هذا الكود، هذا اش غيعني؟ هنا تتقول لي عافاك تجيب لي التصويره وحده اللي هي اللي عندها لا كولون لايكس فيها لو ماكسيموم. يعني هنا اش كي اش نتخيلوا؟ نتخيلوا ان لا طابل ايماج راه محطوطين فيها المجموعه ديال المعلومات، بينهم كاين هذيك لا كولون لايك، كل لايك هي تمثل شي رقم، كاين التصويره اللي فيها 20 لايك، كاين التصويره اللي فيها 10 لايك اكسيتيرا. فانا هنا كنقول لها عافاك تدخل هذوك التصاور ديال هذاك ليوتيزاتور وغتجيب لي اللي فيها اكبر عدد لو ماكسيموم اكبر عدد ديال لي لايك. هنا ديريكت غادي تستخدم سطر واحد وغتاخد الكود، ويعني غتاخد لو ريزولتا اللي هو بيست ايماج اللي هو احسن تصويره من حيث عدد اللايكات. بيان سور انا الا ما كنتش عارف هذا الشيء راه نقدر نخدم عادي نبوكلي ندير اف، يعني الكود الكلاسيكي العادي اللي كنعرفو، غير هو اللي حنا ملي خدامي فريم ورك الا بغينا نسهلو علينا الخدمه. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لي دو رومارك هنا سورتو بور لي بروجي. وهذا يعني نتوما اللي خدامين في الامتحان بورقه وستيلو ماشي مشكله، ما عقلتوش على هادشي، تقدروا انسان يعني يسلك راسو باي كود، ولكن الا كنتي خدام في بروجي ولا في ستاج سميو، حيت الكونيكسيون كاينه وحيت انت ما مفروضش تحفظ تتقلب وتتبراتيكي، فمن الافضل انك تتعرف ان هادشي كاين وديك الساعه غادي تجربو وتزيد تخدم به.